السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البلد فيسلز بتاع البلفس، الارتريز والفينز والنيرفز على حسب ما هنلحق يعني في الفيديو ان شاء الله. طبعا كلكم عارفين احسن مني ان ده البلفك كافيتي والبلفك وول اللي حواليه، ده بيبقى عبارة عن فريم وورك من البونز والجوينتس والليجمنتس والميمبرين، ويبقى لايند بالمسلز والفاشيا. خلونا في موضوعنا. اول حاجه الارتريز بتاع البلفس، انا عندي طبعا اهم واحد هيبقى الانترنال ايلياك ارتري، وعندي كمان ارتريز تانية زي السوبيريور ريكتال، الميديان سيكرال، والجونادال ارتري. بالنسبه للانترنال ايلياك ارتري ده يعتبر المين ارتري بتاع البلفس. ادي عندي هنا الكومن ايلياك ارتري بيتقسم لي اكسترنال ايلياك ارتري، والصغير اللي جنبه ده الانترنال ايلياك ارتري. يبقى الانترنال ايلياك ارتري ده سمولر اوف تو تيرمينال برانش بتاع الكومن ايلياك ارتري، بيدي سبلاي للبلفيك وول والبلفيك فيسرا والاكسترنال جينيتاليا والبرينيوم والباتوكس والميديال بارت بتاع الصاي. طيب بيبدأ فين؟ بيبدأ عند المستوى بتاع البلفيك ريم. فين برضو؟ يعني عند الديسك اللي ما بين الفيفث لامبر والفيرست سيكرال فيرتبرا، وبيبقى قدام السيكرو إلياك جوينت. ادي السيكرم وادي الإليم، اللي ما بينهم ده ايه؟ السيكرو إلياك جوينت. طيب بعد كده بيمشي بوستيرو ميديالي ناحية الجريتر سياتيك فورامين، اهو ماشي كده اهو ناحية الجريتر سياتيك فورامين. الحتة دي بيبقى طولها ايه؟ بتاع 4 سنتي. وعند السوبيريور مارجن بتاع الجريتر سياتيك فورامين هيتقسم لي انتيريور وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن بيكمل لتحت للاسكيال سباين قدام البايريفورم مصل، والبوستيريور ديفيجن بيبقى الناحية دي كده. طيب خلونا نعرف البرانشز بتاع الانتيريور والبوستيريور. نقول الاول البوستيريور علشان صغيرين، بصوا دي الصوره دي موضحه البرانشز تحفه قوي. ده البوستيريور هنا ودي الانتيريور برانش. البوستيريور هما ثلاثه وكلهم بارايتال، عندي الاليو لامبر ارتري واللاتيرال سيكرال ارتري والسوبيريور جلوتيال ارتري. بنختصرهم في ايه؟ اي لاف سي فود، اي اليو لامبر لاف لاتيرال سيكرال ارتري سي فود السوبيريور جلوتيال ارتري. اما برانشات الانتيريور ديفيجن عندي منها بارايتال برانش وفيسيرال برانش. البارايتال برانش عندي الاوبتيوريتور ارتري والانترنال بيودندال ارتري والانفيريور جلوتيال ارتري. اما الفيسيرال برانش يعني اللي راحه للفيسيرا، الامبليكال ارتري والسوبيريور فيزيكال برانش والميدل ريكتال ارتري والانفيريور فيزيكال ارتري، ده في الميل او شبيهه اللي هو الفاجينال ارتري في الفيميل، واليوتيراين ارتري دوت بيبقى موجود في الفيميل. بنختصرها في ايه علشان مش ننساهم؟ اورنج اندر سام ايس مايت بيل انستنتلي، اورنج اللي هو الاوبتيوريتور اندر اليوتيراين والامبليكال، سام superior vesicle eyes inferior vesicle might middle rectal bile pudendal we instantly اللي هو inferior gluteal artery. تعالوا بقى نخلص الاول من البرانشز بتاع البوستيريور ديفيجن، هما ثلاثه ويخلصوا على طول ان شاء الله. اول حاجه عندي الاليو لامبر ارتري، وده زي ما احنا شايفين كده هو اوريجينيت في البلفيك كافيتي وماشي بوستيريور وسوبيريور لاتيلر ناحيه الالياك فوسطا، وبعد كده بيتقسم تحت الكفر بتاع السوس ميجور لتو برانش، لامبر برانش والياك برانش. طيب بيدي سبلاي لانهي مصل؟ يعني علشان ما نتلخبطش وكده هنفتكر الحاجات اللي هو بيعدي عليها، جت سيره السوس ميجور والالياكس والالياك بون وكمان الكوادريتس لامبورم والكودا اكواينا. تمام. طيب بالنسبه لللاتيلر سيكرال ارتريز انا بيبقى عندي two small artery، بيبقى ماشي كده inferior in close relation للroots بتاع sacral plexus، ان شاء الله نشرحها بالتفصيل مع جزء النيرفس. وده بيبقى موجود just laterally اللي هو الارتري، بيبقى موجود just laterally للanterior sacral foramina. النقط البيضة دي هي دي الفرامينا، هو بيبقى موجود just laterally. احنا عندنا كام؟ two artery. هيتقسموا لتو برانش، يبقى انا كده عندي ايه؟ 4 arteries بيدخلوا الانتيريور سيكرال فورامينا دي علشان يسبلاي الكونتنت بتاع السيكرال كانال، وبعد كده يخرجوا من البوستيريور سيكرال فورامين علشان يدوا سبلاي للماسلز والسكن بتاع الباك.
يبقى هما كده بيدوا سبلاي لمين؟ اول حاجه قلنا الكونتنت بتاع السكرال كانال اللي هي السكرال مينينجيز، بعد كده جت سيره الماسلز بتاع الباك اللي هما البايريفورم ماسل والاريكتور سباينا ماسل، وبعد كده السكين بتاع الباك اللي هو الكوتينيوس اريا اللي موجوده على السكرم. تمام. طيب تالت ارتري معانا هو السوبيريور جلوتيال ارتري، وده يعتبر الكونتينيويشن للبوستيريور ديفيجن، وده يعتبر اكبر برانش بيخرج من البلفيك كافيتي من خلال الجريتر سياتيك فورامين علشان يدخل الجلوتيال ريجون فوق البايريفور من فوقيها، وده يعتبر ميجور بلاد سبلاي للماسلز والسكين بتاع الجلوتيال ريجون. هيدي سبلاي لمين؟ سوبيريور جلوتيال ارتري، هيدي سبلاي من اسمها جلوتيال، يبقى انا عندي جلوتياس ماكسيمس وميديوس ومينيموس، وعندي كمان البايريفورم اللي هو بيعدي من فوقيها والاوبتيوريتور انترنس والسكين اللي على السكرم والهيب جوينت والتنسور فاشيا لاتا. تمام. طيب كده الحمد لله دي البرانشز بتاع البوستيريور ديفيجن. تعالوا بقى نشوف البرانشز بتاع الانتيريور ديفيجن. عندي اول واحد اللي هو الامبليكال ارتري، وده يعتبر فيسل مهم قوي في حياه الفيتوس اللي هو الجنين. الامبليكال ارتري دوت بيبقى ماشي على السايد وول بتاع البلفس. الديستال وول بتاعه زي ما احنا شايفين كده لونه ابيض، حصل له فايبروزس علشان يكون الميديال امبليكال ليجامنت، وده بيسيب البلفس تحت ويطلع في الاكسترا بيروتونيال فاتي تيشو بتاع الانتيريور ابدومينال وول للامبليكس، فيرفع لي فولد من البروتينيوم اللي هي الميديال امبليكال فولد. اما البروكسيمال بارت وده بيفضل شغال عادي، بيدي 2 اور 3 سوبيريور فازيكال ارتري. فازايكل دي ليها علاقة باليورينري بلادر، يبقى السوبيريور فازايكل ارتري ده بيدي سبلاي لجزء من للأبر بارت بتاع اليورينري بلادر واليوريتر والفاز ديفرنس. طيب تاني ارتري معانا اللي هو الاوبتيوريتور ارتري، وده برضو ماشي على السايد وول بتاع البلفس. اللي بيبقى حواليه فوقيه بيبقى الاوبتيوريتور نيرف وتحتيه الاوبتيوريتور فين، دي ريليشن مهمه قوي للاوبتيوريتور ارتري، يبقى بالترتيب كده من فوق اوبتيوريتور نيرف اوبتيوريتور ارتري اوبتيوريتور فين، وده هيعدي من خلال الاوبتيوريتور كانال علشان يروح للادكتورز بتاع الساي. كلمه اوبتيوريتور ليها علاقه اكتر بالادكتورز بتاع الساي. تمام. الاوبتيوريتور ارتري ده بيدي بيوبيك برانش جوه البلفس بانستوموز مع البيوبيك برانش بتاع الانفيريور ابيجاستريك ارتري ورا البادي بتاع البيوبس. في 30% من الحالات الاوبتيوريتور ارتري ما بيبقاش موجود. طب هيحصل ايه؟ هيستبدل بالبيوبيك برانش بتاع الانفيريور ابيجاستريك ارتري، وده اللي بيكبر، بيبقى يعني ايه بيحصل كومبنسيشن، بيكبر وبيطلق عليه ابنورمال اوبتيوريتور ارتري. ده عشان لو حد سالكوا حد يعرف ايه هو الابنورمال اوبتيوريتور ارتري، ده البيوبيك برانش بتاع الانفيريور ابيجاستريك ارتري اللي كبر، فايه بقى يطلق عليه abnormal obturator artery. تمام. تالت artery معانا اللي هو inferior vesical artery في الميل او شبيهه اللي هو vaginal artery في الفيميل. استنوا ندور عليه. اهو inferior vesical artery في الميل. كلمة فازايكل اتفقنا يورينري بلادر، يبقى ده بيدي سبلاي لليورينري بلادر للسيمينال فيزيكل للبروستات جلاند لللور بارت بتاع اليوريتر. اما في الفيميل اسمه فاجينال ارتري، يبقى ده بيدي سبلاي للفاجينا واليورينري بلادر والجزء اللي جنبه من الريكتوم في الفيميل. البرانشز بتاع الفاجينال ارتري بتانستموز مع الفاجينال برانش بتاع اليوتراين ارتري، فبيكونوا لي تو ميديان في النص كده، تو ميديان لونجيتودينال فيسلز اسمهم ازايجوس ارتري، هتاخدهم في النساء ان شاء الله بالتفصيل. الازايجوس ارتري بتاع الفاجينا دي واحد بيبقى ماشي قدام الفاجينا وواحد وراها وبيدوا سبلاي للفاجينا. تمام. طيب الميدل ريكتال ارتري دوت بيدي سبلاي لمين؟ ريكتال، يبقى هيدي سبلاي للريكتم، ودوت بيعمل انستوموزز مع السوبيريور ريكتال والانفيريور ريكتال ارتريز، وبيدي برانشات برضو للسيمينال فيزيكل والبروستات في الميل وللفاجينا في الفيميل. بعد كده عندنا اليوتيراين ارتري، وده بيعدي على الابر سيرفيس بتاع البلفيك دايفرام. ايه هو البلفيك دايفرام؟ ده اللي هو الليفيتور ايناي والكوكسيجيوس ماسل.
تمام، بيعدي من عليها علشان يوصل للروت بتاع البرود ليجامنت. البرود ليجامنت بيبقى موجود هنا كده قرب الابر اند بتاع السايد بتاع الفاجينا، بيعمل كراسنج فوق اليوريتر ويدخل البرود ليجامنت هنا كده. هنلاحظ ان هو ماشي مش بشكل مستقيم، ده عامل ايه؟ ماشي كده بشكل مموج تورشوس. حد عارف ليه؟ هسيبكم تقولوا في الكومنتات. بيبقى ماشي تورشوس along side بتاع اليوترس ما بين التو layers بتاع البرود ليجامنت. طبعا ده هيدي برانش للفاجينا تحت وادي اليوترس، وهيدي برانش كمان لليوتراين تيوبس، وبينتهي ان هو بيعمل anastomosing مع الاوفيريان artery along اليوتراين تيوب. بصوا ده شكل البرود ليجامنت اهي، وبصوا الفيسلز ماشيه جواه ما بين التو layers بتوعه. عندي بعد كده الانترنال بيودندال ارتري، وده بيخرج من البلفس من خلال الجريتر سياتيك فورامين تحت البايري فورمز، وبعد كده بيعمل كروسنج للتب بتاع الاسكيال سباين ويدخل البرينيه من خلال الليسر سياتيك فورامين، وده يعتبر المين ارتري اللي بيدي بلاد سبلاي للبرينيوم بيودندال برينيوم. تمام، عندي كمان هنا الانفيريور جلوتيال ارتري، وده يعتبر التيرمينال برانش بيعدي ما بين الفنترال ريماي بتاع S1 و S2 اهو اللي هما بالالوان الصفرة دي تعتبر اللي هنا البلكسس، بيعدي ما بين S1 و S2 وبيمشي من البلفس، بيليف البلفس من خلال الجريتر سياتيك فورم من تحت البايريفورمس علشان يروح مين هنا؟ الجلوتيال، يبقى علشان يروح للجلوتيال ريجيون. كده الحمد لله خلصنا اول بارت من المحاضرة اللي هو بنتكلم فيها عن الارتريز. هنتكلم دلوقتي على الفينز، هنتكلم على الاكسترنال ايلياك فين والانترنال ايلياك فين والكومن ايلياك فين وشوية فينز كده صغيرين هنقول اسمائهم بس. اول حاجة الاكسترنال ايلياك فين، ده يعتبر continuation للفيمورال فين. الفيمورال فين ده بناخده فين؟ في اللور ليمب اهو، مكمل فوق بقى اكسترنال ايلياك فين اول ما بيعمل كروسنج تحت الانجوينال ليجامنت. بيطلع هنا بيبقى ماشي along الميديال aspect بتاع الاكسترنال iliac artery، وبعد كده بيجوين الانترنال iliac vein علشان يكون لي الكومن iliac vein. طيب ده بالنسبة للاكسترنال iliac vein. الانترنال iliac vein ليه اسم تاني اللي هو الهايبوجاستريك vein، وده يعتبر short vessel. بيتكون باتحاد الفينز اللي هي بتبقى شبه البرانشز بتاع الانترنال ايلياك ارتري عند الابر بارت بتاع الجريتر سياتيك فورامين. بيطلع بوستيرو ميديال للانترنال ايلياك ارتري علشان يمسك مع اخوه الاكسترنال ايلياك فين عند البلف كريم زي ما اتفقنا ويكون لي الكومن ايلياك فين. طيب ايه التريبيوتريز بقى؟ ايه الحاجات اللي بتصب في الانترنال ايلياك فين؟ بيصب فيه بارايتال فين وفيسرال فين. طيب بالنسبه للبارايتال فين دي بتبقى برضو شبه البارايتال برانش بتاع الانترنال ايلياك ارتري ما عدا الاليو لامبر فين اللي بيروح يصب فيه الكومن ايلياك فين. تمام، عندي اللاتيلر سيكرال فينز، ودي بتبقى فالفلس فين يعني ملهاش فالف، بتدرين البلاد من الانترنال فيرتيبرال فينس بلكسس للانترنال ايلياك فين من خلال الانتيريور سيكرال فورامينا، بتدرين اجزاء جوه السيكروم. عندي السوبيريور جلوتيال فين والانفيريور جلوتيال فين بالدرين الباتوكس والابر ثاي. الاوبتيوريتور فين هيدرين ايه؟ الميديال سايد بتاع الثاي اللي هو ناحيه الادكتورز. وعندي كمان الانترنال بيودندال فين. بالنسبه للفيسرال فين برضو هي شبه الفيسرال برانش بتاع الانترنال الياك ارتري ما عدا الامبليكال ارتري ملهوش فين. الفيسرال فينز هما عندي الانفيريور فازايكال فين، دي بتيجي من الفازايكال فينس بلاكسس اللي بتبقى موجودة على الول بتاع اليورينري بلادر من اسمها فازايكال. بروستاتيك فين من البروستاتيك فينس بلاكسس. يوتراين فين من اليوتراين فينس بلاكسس اللي بتبقى موجودة على اللاتيلور سايد بتاع اليوترس في البرود ليجامنت. فاجينال فين من الفاجينال فينس بلاكسس. والميدل ريكتال فين دي بتدرين المسل لاير بتاع الريكتوم والبلادر والبروستيت، وبتكومينيكيت مع الانترنال ريكتال فينس بلكسس.
نقول كلمتين كده على الكومن إلياكفين. احنا خلاص حفظناه. دوت بيتكون او يعني بيظهر عند الابر مارجن بتاع السامسس بيوبس باتحاد الانترنال إلياكفين والاكسترنال إلياكفين. بيجيله كمان تو اديشنال تريبيوتوريز، اول واحد فيهم احنا عارفينه اللي هو مين، اللي كان من البرايتال فين اللي كان بيروح يصب في الكومن إلياكفين اللي هو الاليو لامبر فين، ده بيدرين ال L4 وال L5 فيرتبري والاليو سوس ماسل. عندي كمان الميديان سيكرال فين، ده بيدرين جزء من السكرم وبيروح يجوين الليفت كومن الياك فين. بعد كده الليفت كومن الياك فين مع الرايت كومن الياك فين بيمسكوا مع بعضهم عند ال L5 علشان يبقوا ايه inferior vena cava اللي هيروح يصب في الرايت اتريوم. تمام. عندي بقى شوية فينز كده تانية صغيرين هنقولهم أسماء بس، زي السوبيريور ريكتال والميديان سيكرال والجونادال فينز، زي إخواتهم برضو اللي احنا قلناهم في الأرتريس. وكده الحمد لله خلصنا تاني بارت اللي هو الفينز. نيجي بقى نتكلم على البارت اللي متبقي اللي هو النيرفز بتاع البلفس. احنا عندنا سوماتيك نيرفز واوتونوميك نيرفز. السوماتيك نيرفز دي اللي هي السيكرال بلكسس والكوكسيجيال بلكسس والاوبتيوريتور نيرف. اما الاوتونوميك نيرفز اللي هي السيكرال بارت بتاع السيمباثيتك ترانك والانفيريور هايبوجاستريك بلكسس، هنتكلم عنهم كلهم ان شاء الله. اول حاجه السيكرال بلكسس، ودي زي ما احنا شايفين نيتورك، شبكه من النيرف فايبرز اللي بتسبلاي السكن والمسلز بتاع البلفس واللور ليمب، بتبقى موجوده على السيرفيس بتاع البوستيريور بلفيك وول قدام البايري فورمز. بتتكون بايه؟ باللامبو سيكرال ترانك اللي هو جاي من ال L4 وال L5، وكمان الابر فور سيكرال فنترال ريماي، فنترال ريماي من S1 و S2 و S3 والابر بارت بتاع ال S4. طيب خلونا نشوف البرانشز بتاع السكرال بلكسس، بس قبلها نشوف لو في ريليشنز ليها. ايوه في فيسلز ريليتد للسكرال بلكسس. عندي الانترنال بيودندال فيسلز، دي بتعدي قدام البلكسس علشان ممكن يجوا في الام سي كيو. عندي السوبيريور جلوتيال ارتري، ده بيعدي لورا ما بين اللامبو سكرال ترانك والفنترال ريمس بتاع الاس 1 او ما بين الاس 1 والاس 2. عندي كمان الانفيريور جلوتيال ارتري قلناه بيعدي ورا ما بين الفنترال ريماي ما بين الاس 1 والاس 2 او ممكن ما بين الاس 2 والاس 3. تمام. خلونا نشوف البرانشز. عندي برانشز بتطلع من الفنترال سيرفيس بتاع البلكسس زي النيرف ليل كوادريتوس فيموريس ودوت L5 واس 1، ونيرف ليل اوبتيوريتور انترنس دوت بيبقى جاي من L5 والاس 1 برضو. عندي برانشات من الدورسال سيرفيس بتاع البلكسس، اول واحد السوبيريور جلوتيال نيرف ده من L4 و5 و S1. بيجي ازاي بقى؟ هو بيدخل الجلوتيال ريجون، هو اسمه سوبيريور جلوتيال نيرف واحنا هناك كنا قدام السكرم، فهيرجع ورا ازاي؟ هيدخل الجلوتيال ريجون من فوق البايري فورمس من خلال الجريتر سياتيك فورامين، بينرفيت الجلوتياس مينيموس وميديوس والتنسور فاشيالاتا. اما الانفيريور جلوتيال نيرف دوت من L5 و S1 و2 نفس الكلام زي السوبيريور، لكن هو بيعدي من تحت البايري فورمز مسل وبينرفيت الجلوتياس ماكسيموس، يبقى السوبيريور مينيموس وميديوس الانفيريور ماكسيموس. عندي كمان البرفوريتنج كوتينيوس نيرف اللي هي من S2 و S3. في كمان برانش من الفنترال والدورسال سيرفيسز زي مين؟ البوستيريور كوتينيوس نيرف بتاع الثاي اللي هو S1 و S2 و S3، نفس الكلام من تحت البايريفورمز ماسل برضو، لكن ده بيسبلاي السكن بتاع البوستيريور سيرفيس بتاع الثاي والليج والسكين بتاع البرينيه من اسمه posterior cutaneous nerve بتاع الثاي. تمام. قبل ما ندخل على terminal branch، انا عندي branches بتيجي من الروتس بتاع البلكسس. عندي muscular branch للبايريفورمز دوت من S1 و S2، muscular branch للليفيتور ايناي والكوكسيجيس دوت من S4، ومuscular branch للاكسترنال انال سفنكتور دوت من البرينيال branch بتاع S4 اللي بيسبلاي برضو البرينيال سكين. عندي حاجه كمان بتطلع من الروتس اللي هي البلفيك سبلانكينيك نيرف، والنيرفات دي تعتبر بري جانجليونيك باراسمباثيتيك نيرف
بارا سيمباثيتك نيرف فايبر بتجوين الانفيريور هايبو جاستريك نيرف علشان يكونوا لي الانفيريور هايبو جاستريك بلكسس. هنتكلم عنها في الاخر. الفايبرز دي بتبقى ديستريبيوتد للهايند جات والبلفيك فيسرا والبرينيال اورجنز. طيب التيرمينال برانش، انا عندي السياتيك وعندي البيودندال نيرف. اول واحد السياتيك نيرف، ده اللي هو من L4 و5 و S1 و S2 و S3، ده يعتبر ميجور نيرف لللور ليمب، ويعتبر اكبر نيرف في الجسم. الواي الويدث بتاعه 2 سنتي. بصوا هو ده العريض ده، بصوا شكله عامل ازاي. ليه تيبولر برانش وكومن فيبولر. التيبولر ده بينيرفيت البوستيريور كومبارتمنت بتاع الساي والهامسترينج بتاع الادكتورز وكل العضلات اللي موجوده في البوستيريور كومبارتمنت بتاع الليج والسول بتاع الفوت. اما الكومن فيبولر دوت بيسبلاي الشورت هيد بتاع البايسبس فيموريس وكل المسلز اللي موجوده في الانتيريور واللاترال كومبارتمنت بتاع الليج والاكستنسور ديجيتورم بريفيس، وكمان ليه سنسوري انرفيشن لكل الحاجات دي. الترمينال برانش الثاني اللي معانا اللي هو البيودندال نيرف S2, 3, و 4، وده يعتبر السوماتيك نيرف بتاع البرينيوم بيودندال برينيوم. ليه موتور سبلاي للسكليتال ماسلز بتاع البرينيوم والاكسترنال يوريثرال سفنكتور والاكسترنال انال سفنكتور والليفيتور ايناي، وليه كمان سنسوري انرفيشن للبينس والكلاترس والسكين بتاع البرينيوم. تمام كده احنا اتكلمنا على السكرال بلكسس، ودي كانت اول حاجه من السوماتيك نيرف. احنا قلنا السوماتيك نيرف عباره عن سكرال بلكسس والكوكسيجيال بلكسس والاوبتيوريتور نيرف. خلينا ناخد دلوقتي الكوكسيجيال بلكسس اللي هي باللون الموف ده، اللون الاصفر ده السكرال بلكسس اللي كنا بنتكلم عنها حالا. دي الكوكسيجيال بلكسس، ودي سمول بلكسس بتبقى موجوده على البلفيك سيرفيس بتاع الكوكسيجيس ماسل، بتتكون بالفنترال ريماي. اي حاجه فنترال ريماي سواء قلناها دلوقتي في الكوكسيجيال، من شويه في السكرال، قبل كده في البريكيال، بعد كده هي البلكسس بتتكون بالفنترال ريماي لللور بارت بتاع S4 و S5 والكوكسيجيال نيرف. بتدينا انوكوكسيجيال نيرف بتسبلاي الكوكسيجيس والليفيتور ايناي، وبتبيرس يعني بتخرم السكروتوبيروس ليجامنت علشان تدي سبلاي للسكين اللي موجود على الباك بتاع الكوكسكس. تمام بعد كده الاوبتيوريتور نيرف دوت من الفنترال ريماي بتاع L2 و3 و4 الفنترال برانشز، ده بيخرج عند الميديال بوردر بتاع السوس ميجور كبرانش من اللامبر بلكسس، بيمشي along side wall بتاع البلفس فوق الاوبتيوريتور فيسل. بعد كده بيسيب البلفس من خلال الاوبتيوريتور كانال علشان يدخل فين اوبتيوريتور، علشان يدخل الثاي علشان يسبلاي الادكتور جروب بتاع المسلز. تمام بعد كده في كمان الاوتونوميك نيرفز عباره عن ايه، سيكرال بارت من السيمباثيتك ترانك والانفيريور هايبوغاستريك بلكسس. اول حاجه السكرال بارت بتاع السيمباثيتك ترانك، ودي عباره عن كونتينيويشن لللومبر بارت بتاع السيمباثيتك ترانك، بتعدي الاله بتاع السكروم ديب للكومن الياك فيسلز. بعد كده ترانك دي بتنزل على البلفيك سيرفيس بتاع السكروم ميديال للانتيريور سكرال فورامينا، دواير دي اللي خارج منها الحاجة اللي باللون الأورنج هي دي الأنتيريور سيكرال فورامينا، واللون الأورنج اللي عامل زي الـ دي الـ A دي الأعصاب، دي النيرفز البلاكسس اهو. تمام التو ترانكس اللي هما دول بيمسكوا قدام الكوكسكس علشان يكونوا لي ميديان جانجليون اللي هي الجانجليون امبور اي حروفها اي. تمام ميديان بتبقى موجودة في النص بالظبط. كل ترانك فيهم بيبقى شايل 4 جانجليا بتديني برانشز. جراي ريموس كومينيكنس اهو اللي هو خارج منها ده اهو رايح للسكرال والكوكسيجيال نيرف، وبيخرج منه كمان فيسرال برانشز علشان تمسك في الانفيريور هايبوغاستريك بلكسس. بعد كده تعالوا بقى نجمع كل الحاجات اللي احنا قلناها في الانفيريور هايبوغاستريك بلكسس. تتكون من ايه؟ inferior hypogastric nerve ده اللي بيجي من superior hypogastric plexus purely sympathetic. تاني حاجة sympathetic fibers من sacral sympathetic trunk لسه قايلينها. تالت حاجة قلناها من شوية اللي هي pelvic splanchnic nerve اللي بتمثل ايه؟ preganglionic parasympathetic fibers بتاع S2 و3 و4.
كل بلكسس من دي تبقى موجودة ميديال للانترنال الياك فيسر ولاتيلر للريكتوم في الاكسترا بريتونيال تيشو. البلكسس دي بتتقسم لي سكندري بلكسس بتبقى ماشية مع برانشات الانترنال الياك ارتري لي راحة للبلفيك فيسرا والبرينيال اورجنز، والفيسرال افرنت فايبرز بتبقى ماشية مع الاوتونوميك نيرف فايبرز. تمام كده احنا خلصنا الارتري والفينز والنيرفز. لو حد عنده اي استفسار او سؤال او اي حاجة مش فاهمة من اللي احنا قلناها يبعت لي، اللينكات بتاعتي موجودة في الديسكريبشن تحت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.